عايزين النهاردة كل الأطفال يتشجعوا ويفتحوا بقهم ويبتدوا يسبحوا الرب، يبتدوا يعظموه. والكتاب المقدس مدينا وعد إنه وانس إنكم أنتوا تبتدوا تعملوا كده، تسبحوا الرب وتعظموا يسوع وتقولوا له إحنا بنحبك. عارفين إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل رهيب. صوت إبليس بيسكت خالص. صوت إبليس بيسكت. إبليس اللي هو العدو بتاعنا، اللي بيعمل حاجات وحشة في الناس وفي البيوت وفي الشوارع وفي البلاد وفي كل منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية اللي حوالينا، وبيعمل الحروب. أيوه هو اللي بيعمل الحروب، صدقني. أنت بتشوف الناس بيحاربوا بعض، بس هو اللي ورا كده. هو العدو بتاعنا الحقيقي، إبليس. صوت إبليس ده بقى بيسكت خالص. وانس إنكم أنتوا بقى تبتدوا بقى إيه؟ محدش يسبح ربنا وما يتكلمش. عارفين ايه اللي بيحصل؟ اول ما انتوا تسكتوا وما تسبحوش ربنا، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان صوت ابليس بيعلى قوي. صوت الشر بيبقى عالي، وصوته بيبقى وحش، وصوت الخطيه بيعلى، وصوت ابليس بيعلى، والحاجات بيبقى صوت وحش جدا. اول بقى ما انتوا تبتدوا تسبحوا الرب بقى وتعظموه، عارفين ايه اللي بيحصل؟ إبليس بيسكت خالص. طب انتوا بقى اول ما تسكتوا وما تسبحوش الرب، ايه اللي بيحصل؟ إبليس صوته بيبقى عالي قوي. سد ودك. ايه الصوت ده؟ صوت الشر بيعلى وبتحصل حاجات صعبه جدا. ايه ده؟ مش ممكن. انتوا بقى تبتدوا تسبحوا ربنا وتبتدوا تعظموه. إبليس يسكت خالص. وده هو ده بقى اللي احنا عايزينه. احنا عايزين صوت تسبيحكم يبقى عالي، مش صوت ابليس هو اللي يبقى عالي. احنا عايزين صوت ابليس عامل زي كده اهو. ايوه. وخلينا اقول لكم بقى ان ربنا خزن وخلق فيكم كميه تسبيح رهيبه، كميه تسبيح مش ممكن، كتيره جدا. هتقول شايف شايف شايفين كميه، ربنا خلق فيكم كميه تسبيح مش معقوله. هتقولوا لي ايه ده، كله ده تسبيح؟ شكرا يا شباب، كتر خيركم، يعطيكم العافيه، شكرا. هتقولوا لي كل ده تسبيح؟ اقول لكم ايوه، ربنا خلق فيكم وخزن فيكم تسبيح، كمية تسبيح رهيبة ما حصلتش. وكل ما تطلع تسبيح من جواك كل ما التسبيح يزيد مش بينقص. كل ما تطلع تسبيح ليسوع من جواك كل ما يزيد أكتر وأكتر. كل ما تطلع تسبيح من جوه كل ما هو يحط جواك تسبيح. كل ما تطلع تسبيح كل ما التسبيح ده يزيد. وصوت إبليس يحصل له إيه؟ يسكت خالص. قول معايا يسكت خالص. يسكت خالص. يسكت خالص. يسكت خالص. واحنا هو ده اللي عايزينه. احنا مش عايزينكم انتوا تسكتوا، عايزينه هو يسكت. بالعكس، عايزينكم انتوا تسبحوا الرب. ما تيجوا نسبح الرب ونهتف له كلنا دلوقتي. يلا 1 2 3 هللويا. الكلام ده والوعد ده موجود في الكتاب المقدس. من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا لتسكيت عدو منتقم، عشان إبليس عدونا يسكت.